تضخم. كل التقارير اللي بيطلعها جهاز الجهاز بتقول انه في نسب تضخم، نسب تضخم ده يعني في زياده في الاسعار. ثم انا بدعو السيد رئيس الجمهوريه ان يدعو 100 شخص من المواطنين كلهن سيدات للاستماع لوجهات نظرهن فيما يتعلق بالاسعار. نعم بتكلم على دول اللي يقدروا يقولوا له فعلا الحكومه بتاعت كل منزل مصري تقدر تقول له هي كانت بتشتري بالمرتب ايه من سنه وبتشتري بيه ايه من 6 شهور وبتشتري ايه منه دلوقتي. وانا الحقيقه انه هذه الدعوه للسيد رئيس الجمهوريه كي يخرج عن نطاق التقارير التي تقدم له. انا اعتقد انه ما يقدم للسيد الرئيس فيما يتعلق بهذه المساله خاصه من السيد وزير التموين تقارير غير دقيقه. طب ما دي مشكله، هنرجع تاني انه يتم حجب المعلومات والواقع عن يعني القاعد على كرسي الرئاسه هو عن ده الوضع. يعني عندما يعني مره تانية واحنا قلنا الكلام ده مع حضرتك قبل كده، في نوفمبر الماضي دعا السيد الرئيس الجمهوريه الحكومه للسيطره على الاسعار في خلال شهر. عايزين كلنا نقارن ما بين الاسعار في نوفمبر والاسعار واحنا في ابريل؟ في ارتفاع واضح في الاسعار لانه في غياب للتفكير خارج الصندوق. الحاجات دي محتاجه تفكير مختلف عن اللي بيعمله وزير التموين.